والحاجه اللي انا بعملها ايا كانت هي ايه هي، وده نقدر نصنف الكونتنت بتاعي كده بالظبط. انا بلوجر. اوكي طيب ممكن اسالك سؤال، ايه الفرق ما بين بلوجر ويوتيوبر؟ البلوجر هو يعني مينلي بدات مع جوجل بلوجز، اللي هي كان موقع كده الناس بتكتب عليه بلوجز كتابه، مش فيديوهات. بالظبط. يوتيوب بقى مينلي فيديوهات، يعني انت بتطلع كونتنت. طب انا لو انا جيت قلت لك، او يعني خلود مثلا بتكلمني عليك، فانا هقول لخلود حاجه بسيطه جدا، ايه يعني طالع كل يوم يعني يوريني اللايف ستايل بتاعه عامل ازاي او يومه ماشي ازاي، ايه اهميه الموضوع ده؟ وانا ممكن اقول لها ده بيعمل كده عشان يكسب فلوس كتير وملايين والكلام ده، ردك هيكون ايه؟ هي طبعا وجهه نظر تحترم يعني، لان هي الفكره ايه، الموضوع ما كانش يعني من 10 سنين لو كنت قلت لحد ان انت تقدر تطلع اللايف ستايل بتاعك على الانترنت وتعمل منه فلوس، يعني الناس كانت هتقول انك مجنون. تمام. من 10 سنين بالظبط او من 13 سنه. هو فعلا معنى انه الفولورز في ازدياد، انه الناس فعلا مهتمه. بالظبط ده الدليل الوحيد، يعني لما تلاقي الناس فعلا بتنجيج معاك والموضوع قاعد بيكبر جامد، لا يبقى فين ده الناس فعلا حابه. طب هل فعلا الموضوع ده بيوصل معاك ان انت زي ما الناس بتقول بتاخده بقى ملايين والكلام ده، ولا الموضوع ده خطا، ولا يعني ايه قصته؟ على حسب. من غير قر يعني ولا حاجه. لا مش قر، مش اي حاجه. الفكره ايه؟ ملايين هي ممكن توصل، في ناس فعلا وصلوها ملايين، بس هي على حسب الناس بتسكيل البيزنس ازاي، لان يوتيوب زيه زي اي حاجه، زي اي بزنس ثاني، هو سكيلبل برضه. ومستو ان هو يعني بيكبر اكسبوننشلي، اسي بشكل يعني الكيرف بتاعه مش بيطلع كده زي بقيه الشغلانات، لا بيطلع مره واحده كده. اوكي. فمع السنوبول افكت، اللي هو لما الكوره بتاعت التلج تتدحرج من فوق الجبل، بتكبر كل ما هي نازله اعلى عماله تكبر اكتر. فهو الموضوع كده بالظبط، بتبقى في الاول قاعد بتكبر حاجه بسيطه جدا، وبعد كده فجأة في فيراليتي في الموضوع، والموضوع يبقى اكسبوننشال. الموضوع علشان توصل لناس اكتر وتنتشر اكتر خد منك مجهود قد ايه؟ هو بصراحه خد مني مجهود كبير جدا. انا بدات في الاول ماديا ولا لا انك تشتغل على فيديوهات؟ اشتغل على فيديوهات اكتر منه ماديا. ماديا لما بدات فلوجينج، لان يعني ما فيش ولا فلوج لحد دلوقتي، فان فاكت، ما فيش ولا فلوج جاب الفلوس اللي اتصرفت عليه لحد دلوقتي. تمام. بس هي الفكره ان الواحد مستمتع جدا باللي بيعمله، يعني حتى صاحبي كان بيقول لي انت يوم انت بتعمل فيديو بيبقى فيه في عينيك برقه غريبه كده. اه انت مقتنع باللي بتعمله جدا. طب لما بتشوف الحاجات التانيه اللي هي اكونتس وحاجات بتقدم حاجات مالهاش معنى او حاجات خارج عن السياق، رايك فيها ايه؟ وانتشارها يعني هي منتشره في مصر، انتشار بين الصغار السن بطريقه سريعه جدا، انت شايف ده ايه؟ وهل ده بره موجود ولا لا؟ هو بره موجود في كل بلدان العالم، هتلاقي الكونتنت الانترتينمنت او الترفيهي دايما موجود في كل مكان، ده بيزك هيومن سايكولوجي، يعني الناس بتحب جدا الانترتينمنت، عايزه تترفع عن نفسها. فاليوتيوب بقى ادى المجال للناس كلها انها تعمل الكونتنت دوت. طب وانتشار الحاجات اللي زي ما نقدر نسميها التافهه؟ التافهه يعني انت بتدخل هي ما فيش مشكله، يعني بالنسبه لي انا شخصيا ما عنديش مشكله ان انت تعمل حاجه يعني ملهاش معنى قوي، بس في نفس الوقت ما تخرجش عن قيمك ومبادئك، يعني ما تجيبش. بس انا عايز اقول لك انه اللي يتفرج على الاكونت بتاعك هيلاقي كذا كذا حاجه، يعني مربك شويه، ما تبقاش يعني دايما البلوجر بيبقى حتى بيبقى كاتب في البايو بتاعه انه متخصص في حاجه معينه. انت الاكونت مليان حاجات مختلفه، فانت ما بتصنفش نفسك. انا بصنف نفسي فلوجر، لا انا بطلع اللايف ستايل بتاعي، يعني حتى الناس، انا كنت كسبت جائزه افضل صانع محتوى تعليمي على تيك توك ب1.5 مليون صوت الحمد لله. ده كمحتوى تعليمي، يعني الناس صنفتني محتوى تعليمي، وانا اصلا مش محتوى تعليمي في المحتوى. لان انت بتعلمهم لغات بالظبط يعني. انا بس بطلع الحاجه اللي انا بحبها، يعني بتعلم حاجات جديده كل يوم بطلعها مع الناس، فالناس حطوني محتوى تعليمي، بس انا فلوجر، يعني انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها. بالنسبه بقى لتنوع الكونتنت، الحاجه الدينيه مثلا فرضا، ده يعني كل حاجه بتعكس جزء من قصه حياتي. انا كنت ازهري لحد سنه ثالثه اعدادي، فتلاقي محتوى الديني. بلاقي مشكله في المجتمع بتحصل، او بنتكلم عن المحتوى الاجتماعي وهكذا. فالمحتوى دايما بيتغير لان انا فلوجر. طب انا شفت خلود. هل العلاقه الزوجيه اذا استقامت يستقيم الانسان؟ الفرص الزوجي اشنع من الطلاق. اذا كان 40% من نسب الطلاق نتيجه الضعف الجنسي ده رجالي، فتقريبا اكتر منهم بكتير في خرس زوجي موجود جوه الاسره. مفيش حاجه اسمها انا بسند نفسي، لان دي بدايه غير صحيه. انا بسند نفسي النهارده، انا بكره معتمد على الدواء، انا بعد بكره ما اقدرش اعمل اي حاجه من غيره. بداية تعاطي المنشطات الجنسية هي بداية لتعاطي المخدرات.